بيك. جو معايا. تفضل. مرحبا. هذه المدام ديالي. السلام عليكم. برنا مجمر الخرمة. واش الفدنة ديالنا على الورايا هي؟ ما قالش لكم. لا مازال ما قالناش، يعني هذه مفاجأة لنا ومفاجأة حتى للمتفرجين ديالنا. ايوه ربي يخليك، مرحبا بك في دارنا وتكون معنا في سكسو اليوم الجمعة. ياك وعاد زيد من فوق غادي ناكلو سكسو هنايا في الحال. هذا اللي مصاوباه. حيت حنايا واخا عايشين في ميريكان عندنا واحد التقاليد اللي ما كنفرطوش فيها، بعدا سكسو نهار الجمعة ضروري. المهم الناس اللي هنايا اللي بغا ياكل سكسو نهار الجمعة مرحبا بيه. شكرا. غادي ندوقو سكسو غادي ناكل معكم شوية، نهضرو حتى شوية على الغربة وعلى أجواء الغربة معكم. مرحبا مرحبا بك بزاف، زعما أنت عزيز علينا وشرفتينا جيتي عندنا. هذا السكسو ديالي ديال مرقة الحال، بغيت نقدم لك بنيتاتي هذه لينا وهذه صوفيا وهذا أيمن. سلام. السلام عليكم. تبارك الله كيهضروا يعني العربية. تبارك الله. اقراوا لي سورة الفاتحة بجوجكم يلا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك. شوفوا يعني حافظين شويه القران شويه. كيمشيو نهار الحد كيمشيو للمسجد حدانا، واحد الصديقه مشكوره هي اللي مكلفه وكيعلمهم شويه الدين شويه القران شويه العربيه. ضروري من باش ما عاوتاني ما تشدت فيها الدين. هنا ولهي غادي ناكلو دابا. مرحبا بكم. غادي نهضرو شويه في الطقس ديال تربيه الاولاد اللي كيتعاملها ولا الغربه ولا مرحبا ان شاء الله. كيفاش كندوز رمضان؟ اولا كندير واحد الزينه في الدار، كنشيل المصابيح، كندير الاناره، كنخلي بنيتاتي كيحسوا بهذاك الشهر. راه واحد الشهر مميز عندنا وكيعيشوه، كيعرفوا انه رمضان شي حاجه كبيره عندنا وكنحبوه. اجواء رمضان يعني بحال المغاربه كاملين، فطور في الدار، شويه العباده، شويه القران، بخور، يعني كتكون عندنا واحد الاجواء رمضانيه الصراحه في الدار. انا بسخت رمضان حريصه على اننا ندوزوه مزيان، وفي العيد رمضان حتى هو كيكون واحد العيد. بالنسبه للعيد رمضان كنديروا لهم بحال اللي كيديروا هنا مثلا النوال، كنديروا لهم انا في العيد رمضان كنبغي يكون واحد العيد بحال عيد يعني كبير بالنسبه لهم، كيكونوا فيه لي كادو، فلوس، حلويات، شوكولا، كيكون واحد النهار مميز عندنا. شنو اللي جابني هنا؟ 2010 كنت تلاقيت مع الزوج ديالي في المغرب اللي هو كان ولد الحومه ديالي، خصو كانت تقرات معايا فاش كنا صغار، وتلاقيت معاه عند خصو في الدار وصافي وقصرح عليا الزواج. وانا كنت جيت قبل، جيت سياحه مع خصو، تلاقينا وتعرفنا ومن بعد تزوجنا مكاتب. خليت على داك العمل ديالك في المغرب وجيتي لهنا؟ لا ما تخليتش على العمل ديالي، لان مازال كنرجع للمغرب ومازال كنصور مره مسلسل، يعني واحد العمل في السنه. في الاول كنت توقفت يعني بالظروف ديال الهجره وما ولفتش بزاف، كان صعيب عليا نرجع للمغرب، ولكن من بعد صافي بديت كنرجع مره. ما تخليتش نهائيا، زعما بصفه نهائيه، غير ما بقاتش ديك الكثافه في العمل بحال اللي كانت قبل بسبب المسافات والبعد الجغرافي. الايام ديالك الاولى فاش وصلتي لهنا واش مازال كتذكريها؟ في الاول كنت فرحانه، انا كنت من عشاق السفر، كنت دائما كنسافر فاش كنت كنخدم، دائما كتكون شي عطله هذا كنبغي نكتشف دول اخرى. فكان في الاول جيت اكتشف، عجبتني امريكا ولكني عشت فيها ما بلاتني صعيبه شويه باش تجي انت في واحد السن اللي ديجا عندك خليتي موراك واحد الماضي وفيه اصدقاء، في عائله، في عمل، فيه يعني في ذكريات كثيره. ما جيتش في السن 18 عام ولا 20 عام باش دغيا نتاقلم، كان صعيب عليا سيغسو من بدا كيطيح الثلج وبدا البرد. هذيك كانت شويه صعيبه، ولكن من بعد بديت كنولف بطبيعه الحال. يا لان شوف كاينين كيف ما كاينين السلبيات كاينين الايجابيات.
قلتيش مع راسك ديك الايام الاولى كنهضر عليك في الاسابيع الاولى ما قلتيش اشنو اللي جابني لهذا الرجال؟ لا 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 ما قلتهاش. هذيك الساعه الاول الزواج كنت هايمه في الحب والغاره ما كنتش كنفكر بحال هكا، ولكن يا كان بدا داك الحنين دغيا بداتك. شوف انا اكيده ان الايام الغربه في الاول صعيبه على كل شيء. شنو عجبني هنا؟ عجبني هو ان ما كايناش ديك الطبقيه اللي ولينا كنشوفوها بزاف في المغرب. ما كايناش انت ولد شكون انت باك شكون، كلشي بحال بحال. مثلا المدارس الاطفال كلهم كيتعاملوا نفس المعامله، يعني ما كاينش هاد اني عرفتي علاش كنهضر. للاسف العقليه ولات كتكرس ولات كثيره في المغرب ديال ولد شكون هذا من طوموبيل عند باك عنده فاش خدام. حنايا كلشي بحال بحال. عجبتني هاد المساله بزاف، يعني المساواه. عجبتك المساواه؟ سوي لو قلت لك شي حاجه ناخذوها من امريكا مثلا ونطبقوها عندنا في المغرب. التعليم، نظام التعليم طبيعة الحال. انا هو انا كيبان لي هو الاساس، هو التعليم هو الاساس باش يكون التغيير في اي مجتمع. فهنا كان النظام التعليم ديالهم مزيان بزاف. وتعرف انا دابا الوليدات كيقراو في مدارس حكوميه ماشي في مدارس خاصه، ولكن التعامل ولا يعني شنو كتسمى لو سيستيم اللي كيقراو به، يعني بحال المدارس اللي خاصه عندنا في المغرب مثلا. واحد السؤال عندي اللي كنطرحوا على بزاف ديال المهاجرين المغاربه، يعني مثلا في اوروبا ولا في دول اخرى، هما كيكونوا متخوفين يعني يكبروا بلادهم في البلاد اللي ماشي بلاد مسلم. شنو رايك انت كيفاش كتشوف هاد ولادك غادي يكبروا؟ هو شوف الاولاد دابا هاد الوقت مع الانترنت ومع كيفاش ولات واحد يعني ولات واحد الحياه اخرى كنعيشوها، ولادنا في يد الله سواء كنا في الخارج او في بلد اسلامي او غير اسلامي، مغرب او غير المغرب، ولادنا في يد الله. لان ولدك معاك وانت كتعرف شنو تيدير، ولكن بدا كيبر شويه كيبدا يدخل انترنت كيبدا يعني ما كتعرفش. ف تتربي. انا بعدا شخصيا كنبغي نربي وليداتي على واحد المبادئ، على شي حوايج اللي كنقولهم ليهم دائما باش كيعرفوهم ومن القدام كيف قلت لك في يد الله. كاين شي فكره بحال كاين مثلا المغاربه في اوروبا كيربطوا ولادهم مثلا يخليهم في المغرب واحد العامين ولا ثلاث سنين، كيقول زعما ماشي التحكم على المجتمع المغربي. ما يهبطوا، شوف كل واحد وظروف. كنظن ان السبب الرئيسي اللي كيخلي بعض العائلات يدي وليداتهم يعيشوا في المغرب هو ظروف العمل، لان يعني كيكونوا الزوجين بجوج كيشتغلوا. كيف ما هو معروف في الخارج ما كاينش العوين، ماشي بحال المغرب. العائله كتساعد، الوليدات كتقدر تخليهم مع والديك ولا مع خالتك ولا مع اختك. هنا عاود شويه صعيب، بيبي سيتر ما كاين الناس اللي ما كيقدروش يخليو وليداتهم مع نيمبورتوكي. كنظن هذا هو سبب رقم واحد. سبب رقم جوج هو انهم كيف قلتي باش يتشبعوا بالتقاليد وبالعادات المغربيه. انا ما كنشوفهاش فكره مزيانه نهائيا، لان وليداتك خصو يكبروا حداك، تشوفهم كيتطوروا، تشوف كيفاش كيهضروا، توقف عليهم على لي زاكتيفيتي ديالهم، تعاونهم انهم يتبعوا الاحلام ديالهم. ما غتصيفطهم المغرب وتبقى تهضر معاهم في التليفون، لا. المبادئ والتقاليد والاخلاق والعادات ديالنا في المغرب هي، شوف حنا كنديروا مجهود باش ان وليداتنا يعرفوا هذا الشيء. نديروا العيد، كنديروا رمضان، كنديروا سكسو نهار الجمعه يعني شي حوايج. بنتي شافتكم جايين مشات لبسات قفطان حيت نتوما مغاربه. كاينين شي حويجات اللي وليدات كيكبروا كيتكبرهم فيهم، مي او ميم طو خاصك حتى كيفاش عايشين هنا ما تبغيش عاود في المدرسه يحسوا براسهم ديفيرون. كنبغي واخا بزاف الناس كينتقدوا مثلا هذه المساله، حتى الاعياد الامريكيه كنحتفل بها مع بناتي عارفينها انها ما كنامنوش بهذا الدين، ما كنامنوش حنايا مثلا بالمسيح ولكن حنا كنديروا هذا الاحتفال لانه احتفال زوين، فيه هدايا، فيه شوكولا، فيه يوم جميل وصافي. بالنسبه مثلا الناس اللي غادي يدوزوا نفس الطريقه نقولوا اللي دوزت انت، يعني غادي تتزوج ولا غادي يتزوج بشي واحد من الامريكان وخايف شويه من هذه الخطوه، شنو تقول؟ شوف الزواج نصيب يعني، وما كاينش فيه واحد القواعد، واحد القاعده اللي تبعتها انا تبع انت غير تبع الاخر.
هو الانسان خصو يتبع قلبه ويتبع الاحساس ديالو. شحال من زواج ولا من حاجه كتخطط ليها وما ما كتصدقش، وشحال من حاجه يعني الواحد يتبع الاحساس ديالو. وحنا في الحياه يعني حنا كنجربوا كما يقولوا حياه تجارب. حياه تجارب. يمكن اصعب حاجه كيعيشها اي واحد مغترب هي ملي كتجي شي اخبار من المغرب، اخبار ديال وتوفى شي حد قريب ليك عزيز عليك، شي واحد مرض ما تقدرش تكون حاضر معاه يعني بصفه زعما واحد الوقت طويل. وني عند كنظن هذه اصعب حاجه. وقعت شي موقف وقف وقع ليا بطبيعة الحال، بزاف الأصدقاء اللي كانوا قرب ليا بزاف وتوفاو في الميدان الفني، واللي كنت كنتمنى أنني على الأقل غير نشوفهم ونسلم عليهم ونودعهم مثلا ما كسبش. والوالد ديالي الله يرحمه كان مرض، واحد جاتني الأخبار ديال أنه مرض، واحد المرض صعيب، واضطريت نمشي لحسن الحظ أنني كنت قادرة نمشي للمغرب ونحضر معاه ونبقى معاه حتى توفى الله يرحمه. بالينا ملي شافتكم جايين مشات بدا بصات القفطان المغربي زعما استقبال ويلا كان يو وان سينك فوتو. انا يعني كتغني شويه كتغني لي صوفيا كتلعب بيانو ويلا بدات كتعلم، ولينا كيعجبها الجيتار يلا بدات كتلعب بالجيتار، ولكن هي عندها واحد المغني كتحمق عليه. قلت شعب عنده واحد المبدا في حياتها قالت لي دابا باش نقولوا لك، قالت لك اف دي كان دو ات اي كان دو بيتر ذان ذات، زعما الا شي واحد كيقدر الا تيقدر شي واحد يدير شي حاجه انا نقدر ندير احسن منه. يلا سمعنا غني لي كيتفرج شي كيتفرج فيك. The Billie Jean is not my lover. She's just a girl. She says I'm the one. But the kid is not my son. هي كتحمق على مايكل جاكسون. برافو. عندها غير طويل كنت كتقرا شنو القران. شي دين ودنيا. انا خويا منصف كنشكركم بزاف بزاف على الاستقبال اللي عملتونا ودخلتونا لدارك. مرحبا بكم مرحبا بكم. انا فقط واحد السؤال اخير هو واش كاين فكره انكم تسجلوا تستقروا في المغرب؟ اش بالك؟ ان شاء الله تيكبروا الوليدات ديالنا ونقولوا صافي دابا الوقت باش نمشي، ولكن حنا ماشي ديما في المغرب، كل يوم مع المغرب كنمشيو فيما كيكون الوقت. يا ولكن كنظن ان اي واحد يعني واحد الفئه قليله اللي كتقول ما نعاودش نرجع للمغرب، ما سيغمون شي نهار غادي نرجع للمغرب. يعني اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. هنايا اللي حدايا مقابله معايا هي من امريكا، وهنايا حنايا دابا في كندا. الناس كيجيو كويزيني، كاين جا بلومبي، كاين لي زوبورتونيتي. هذا نورمالمون تيكون كلهم كونجيلي هاد الوقت. هاد البلاصه مزيانه تيجيو الدراري الصغار، الا كان عندكم وليدات تجي مزيانه. هاد الاكله هي نورمالمون كيبيكوا زعما في ريجيون هنا كيبيك كندا. مغربي في غربة معكم أينما كنتم.